في طريقه نحو الكوخ المأوى يشاهد سيباستيان امرأة ممددة على الثلج مغمى عليها، ويتعرف عليها بأنها أمه، ويسر لهذا اللقاء الغير المنتظر، ويعمل بكل قواه لإسعافها، ويحاول دون جدوى نقلها إلى مكان دافئ. ولما لم يفلح يرسل بيل لإعلام جده سيزال وللمجيء به. وعمل الاثنان على نقل إيزابيل إلى الكوخ. الوصول إلى الطريق إلا إذا صعدنا إلى هناك. لا تقلق يا جدي، بل سوف يساعدنا. هيا يا بال. إنها فكرة جيدة يا سيباستيان. نعم، هكذا قطعنا حجز الحدود. حسنا، لنحاول الآن. لقد نضجت كثيرا يا سيباستيان، أنت ولد خبير الآن. شكرا. حسنا يا بال، هيا. شد الحبل 3 مرات عندما تصل إلى هناك. حسنا، هل هي بخير يا جدي؟ إنها بخير، سأقوم بمساعدتها، لا تقلق الآن يا سيباستيان. لابد أنه جدي. أرجو المعذرة، اسمي كارلوس، هل هذا كوخ العجوز سيزال؟ نعم هذا هو. نحن نعمل في فرقة كارلوس، هل إيزابيل موجودة هنا؟ إيزابيل؟ تقصد والدة سيباستيان؟ صحيح، نحن أصدقاء والدة سيباستيان أيتها الآنسة، أين إيزابيل الآن؟ آسفة، إنها ليست هنا. سيد كارلوس، إنها عالقة في العاصفة. غير ممكن، اعتقدت أنها ما زالت معكم. لقد بدأنا رحلتنا بعدها. يا إلهي، لابد أنها أضاعت الطريق في العاصفة. لحظة، جان، ماذا تفعل هنا؟ يجب ألا تقول ذلك يا أنجلينا، لقد أوقفنا عمليات الدوريات بسبب الثلوج. من هؤلاء؟ إنهم أصدقاء إيزابيل، جاءوا يسألون عنها. أنت تقصدين والدة سيباستيان؟ نعم، نحن أصدقاء والدة سيباستيان. أرجو المعذرة أيها القائد، إيزابيل مفقودة في الجبل. ماذا في هذه العاصفة؟ أين جدي؟ ذهب يبحث عن سيباستيان. ها؟ ماذا؟ ماذا تقولين؟ اشرح الأمر لي، أين جدك يا أنجلينا؟ تبا لي، لا أعرف شيئا. اصمدي يا إيزابيل، اصمدي.
بخير؟ أنا بخير يا سباستيان، لا تقلق. ولد شجاع يا سيباستيان. توقفي، الأفضل أن تعودي إلى الكوخ يا أنجلينا. نعم، لا يمكنك القيام بشيء معي. نحن نبحث عن إيزابيل، لا أستطيع البقاء في المنزل. إذن أعديني أنك لن تقومي بأي عمل من تلقاء نفسك. حسنا، ماذا أفعل؟ سيزال يعرف كل شيء عن هذا الجبل، إذن لا خوف عليه. المشكلة هي إيزابيل، هناك طريقتان لكي يتوه المرء في هذا الجبل، إما أن تكون سلكت الممر بحثا عن الكوخ أو عادت إلى الوادي بقصد العودة من حيث أتت. إذن لننقسم إلى فرقتين، جان، أنجلينا وأنا سوف نسلك طريق الممر. أيها الشرطي. نعم سيد. ابحث مع الآخرين في الوادي. حاضر سيد. لا تجازف، عودوا إلى كوخ سيزال وانتظروا عودتنا إذا لم تتمكنوا من إيجاده. مفهوم سيد. حسنا، كونوا حذرين. هيا. أتمنى لو كان جدي هنا معنا اليوم. ما الأمر يا بيل؟ لابد أن هناك شيئا ما. انزع الحبل عن بيل يا سيباستيان. حسنا. هذا غريب، ليس من عادات سيزال أن يخرج في طقس كهذا. سيباستيان والكلب الشرير عائدان إلى هنا، أليس كذلك؟ بل ليس كلبا شريرا، وجدي موجود بالتأكيد في الكوخ المأوى. اسمع، سمعت نباح كلب. غير ممكن، لابد أنها مخيلتك. كلب؟ إنه بل. إنه بل. لابد أنه سيباستيان. هي انتظر، انتظرني يا جان. هي توقفا، انتظراني. انتظراني. جدي كان على حق، سيباستيان عائد إلينا. بل بل سيباستيان. سيباستيان. بل 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 سيباستيان. بل سيباستيان. بل بل بل، هذا أنت؟ بل لقد عدت. بل أين سيباستيان؟ يا إلهي، الكلب الشرير. بل إلى أين؟ لقد عاد بيل. بيل، أحدهم قادم. إنهما أنجلينا وجان. سيباستيان. سيباستيان. أنجلينا. سيباستيان. جدي وأمي موجودان هناك. إيزابيل، إنها على قيد الحياة لكنها غائبة عن وعي.
هل هي المرأة المفقودة في الجبل؟ بيل وسيباستيان وجداها في الثلج وأنقذاها. بيل؟ تقصد الكلب الشرير؟ أبعد هذا السلاح أيها القائد. أين الكلب الشرير؟ ما هذا؟ ما كان ذلك؟ جان، يجب أن نأخذ إيزابيل إلى الكوخ المأوى ونؤمن لها الدفء. نعم. توقفوا، أين الكلب الشرير؟ لأنه هي الأعمال الأكثر أهمية أولا. أليس من واجبك أن تساعد الإنسان المصاب؟ لكن يجب أن نعبر النفق الخطر قبل أن نصل إلى الكوخ. لا داعي لأن تأتي معنا إذا كنت خائفا. لكن هذه العاصفة، المكان معروف بالانهيارات الثلجية. من الأفضل أن نعود إلى كوخنا، لكن إيزابيل لن تصمد حتى نصل. أمر الانهيارات يقلقني أنا أيضا. هذا مستحيل يا سيزال، سوف نقتل بفعل الانهيارات. إيزابيل ستموت قبل أن نصل إلى المنزل. سيباستيان، ما الأمر يا جدي؟ هل تعتقد أنه بإمكاننا عبور النفق الخطير؟ ما رأيك يا بال؟ هيا اكشف لنا الطريق. توقف، ماذا لو حصل شيء ما بعد أن نلحق بالكلب؟ لما لا تذهب قبلنا وتتأكد من عدم حصول أي مكروه؟ حسنا، سأذهب أولا وسأقول لكم شيئا واحدا. هذا مكان خطر جدا حتى لو كان الطقس جيدا، فكونوا حذرين. نحن نعرف ذلك، يجب أن نسرع وإلا ستموت إيزابيل. هيا لنبدأ السير. حسنا، هيا بنا. اذهبا أولا يا جان وسيباستيان. سأسبقك يا أنجلينا. ولد عنيد، لكنك مجرد فتاة. سيباستيان، سأراقبها من الخلف، فاذهب أنت أولا. هيا لا تتأخر. حسنا يا جدي. انتبهوا، خطوة واحدة خاطئة تعني الموت الأكيد. نعم سيدي. هل أنت بخير؟ نعم، لهذا السبب قلت لك أن تكون حذرا يا جان. نعم، هيا بك. أمامنا. سيباستيان، كن حذرا، لا بد أن قدميك تؤلمانك بسبب البرد. هذا صحيح. إنه واد صحيح جدا، أليس كذلك يا بوتشي؟ الأفضل أن تبقى في الداخل يا بوتشي، سوف تقتل إذا وقعت إلى الأسفل.
انهيار ثلجي. يجب أن تلازم الحائط الصخري أيها القائد. اخرس، لا أريدك أن تعطيني أي تعليمات. أنا آسف يا سيدي. هل رأيت ذلك؟ أيها القائد، الثلج أعمق مما كان عليه عندما مررت من هنا قبل قليل. حسناً أيها العجوز سيزال، ماذا به؟ ألا يعرف أنني قائد حراس الجبال؟ اتبعوا أثار أقدامي، هيا بنا. لقد أخفتني. أسف. جان انتبه، لا تدع رجلك تنزلق. نعم. هل هي ثقيلة يا جان؟ كلا، لقد دربت نفسي على هذا النوع من المهمات. شكرا لك. كونوا حذرين، الثلج كثيف جدا هنا. يا إلهي يا إلهي. أيها القائد، هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير. إنه أقل كثافة هناك. كان يجب أن تخبرني أولا أيها العجوز سيزال. اعتقدت أنه ليس من اللائق أن أعطي تعليمات لقائد حراس الجبل. الممر الثلجي أصبح هنا. ألم تتعب بعد يا جان؟ كلا أبدا يا سيباستيان. لقد نجحنا، وصلنا جميعنا، لقد نجحنا. وأخيرا. حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن، هيا بنا. إنه يريد مهاجمتنا. لا تطلقوا النار. لما لا؟ بل يقول لنا ألا نتقدم. لما لا؟ انهيار الثلجي يحتم بالحائط. لو لم يعلمنا بيل بذلك لكنا انجرفنا إلى أسفل. هذا غير ممكن، الكلب الشرير أنقذنا من الموت. بيل بيل بيل، أين أنت؟ جدي، هل تعتقد أنه مات؟ يقول أنه بإمكاننا العبور الآن يا جدي. حسنا، هيا بنا. ماذا بك؟ هيا بنا. حسنا، إلى الأمام. لا داعي لإعطاء الأوامر كل مرة، نحن لسنا جنودا. أنا معتاد على ذلك أيها العجوز سيزال. يبدو أنها مريضة جدا، هي بحاجة إلى طبيب. لو كان الطبيب جيوم هنا. سأذهب وأحضره. من المستحيل الذهاب إلى القرية. إذا توقفت العاصفة سأتمكن من الذهاب بنفسي. بل يستطيع، ألا تعتقدون ذلك؟ أرأيتم؟ قال نعم. لكنه لا يستطيع إخبارهم بحالتنا حتى لو تمكن من الوصول إلى القرية. لما لا ترسل معه رسالة؟ لا لا، الكلب لن يتمكن من النجاح بهذه المهمة. بيل يستطيع القيام بأية مهمة، أنا متأكد من ذلك. بيل، أنت تستطيع القيام بذلك. توقف، كيف يمكن لمثل هذا الكلب أن ينقل الرسالة إلى الطبيب جيوم؟ هل يعرف أين منزل الطبيب؟ أرأيتم؟ إنه لا يعرف. بلى. ماذا؟ لا داعي لأن يذهب إلى منزل دكتور جيوم. اكتب رسالة باسم الطبيب على الظرف مباشرة فيحملها أحدهم إلى الطبيب فورا. لا، لن يقترب أحد من هذا الكلب الشرير، كما أنه لن يجد أحد الرسالة معه.
إذن لنضع الرسالة في هذا الوشح ونربطه حول عنق بيل، ما رأيكم؟ سيلفت نظر الجميع أن يلبس الكلب وشاحا كهذا، أليس كذلك؟ إنها فكرة جيدة. حسنا، إنها فكرة جيدة، لكن أيها القائد اكتب الرسالة بسرعة. من أنا أكتب رسالة؟ سيصدق القرويون محتوى الرسالة إذا كنت أنت كاتبها، خاصة المفتش ليون. هيا اكتبها، واجباتك أن تساعد الإنسان، أليس كذلك؟ فهمت، لا تصرخ هكذا، هيا اكتبها بسرعة. حسنا، سأقوم بكتابة الرسالة. أم سمودي، بل سيذهب ويحضر الطبيب جيوم. هذا سعيدا يا بيل، إلى اللقاء. هذا سعيدا. فهم بيل خطورة وضع صحة إيزابيل والدة سيباستيان، والمهمة الموكولة إليه بالوصول إلى البلدة وتسليم الرسالة إلى الطبيب جيوم، وراح يعد مسرعا في الجبال المكسوة بالثلج.